It's going to be low kick kickbox match. 3 rounds, 3 minutes. It's going to be refereed by Halil Işık. كسروا عبر الشمال والله غير كيف ليش تاخرت
مفتوح من والله حكي. ايوه حلو علي. لا تضرب له طيب، بلاش تقول يمين، انساها، روح يدفع.
فايت فيش بير هاي حلوه يا عم بس انت فيش بير اضغط بوكس يا علي ايوه هاي والله اضغط يا علي بس ارفع ايدك عاوزك فوق هاي بتجنن المجموعه خلص هاي الجو نظف هاي ضغط شمال شمال يا سلام معلش معلش ليش دعم خصلك وعطيك فرصه ثانيه ايوه بس ارفع رجل الشمال احكي له اقعد يوقف عليها حلو الله زاوية هوك شمال صايبة صايبة الشمال الهوك شمال صايبة الهوك شمال سريعة بس ايوه حلوة يلا كمل يا علي كمل لا تستنى علي اعطيه راوند يمين على وجهه فل متقلب فيها في الراوند راوند يمين طولت فيها خلص كمل يا علي تعي يا علي اكسر يمين حضرتك بيطلع راوند يمين حضرتك اكسر يمين ايوه احسن علي اعطيه راوند بوكس يا علي اضغط بوكس اضغط خليك شوف الوضع حلوه هاي يا حسن بوكس يا علي تحليل علي طبعا كأنك رح تضرب فرون بس خليك سريع ارفع ارفع لك شمال ارفع اليمين ايوه 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 خسروا ورا الان خسروا ابرا عليك يا ابن الوقر عشان التعبان علي 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 هاي علي ابو جود نص دقيقة Hocam,